أمر غريب أن تعيش عائلة متكونة من 5 أفراد بمدينة المشرية بالنعامة في مكان يجتمع فيه غرفة نوم ومطبخ وكذلك مرحاض. مشكلة العائلة عندي مشكلة سكن، يعني أنا درت لديمو تاعي تاع السكن في 2012 ولحد الآن ما استفدتش من السكن. أنا بغي نوجه هذه الرسالة للمسؤولين تاع ولاية النعامة وحتى المسيو البريزيدون لا يسمع فيها. يا هل ترى في 2020 واحد عنده توالات في كوزينة؟ أنا نظن هذه من المستوى، أي مسؤول إلى عنده توالات في كوزينة أنا نرضى بالأمر الواقع. وزيد لهذا راك تشوف اللي عندي غير شومبرا وعندي حشاك توالات في الكوزينة، وهذه البنية مسكينة يعني ما عندها شتوين تلعب، نظلوا هكا حابسينها. سكن يحمي كرامة عائلة بلغور أصبح مطلبا ونداء للسلطات المحلية بالنعامة. أنني طالب سكن، يعني غي سكن باش يحفظ لي كرامتي وكرامة وليداتي. والله لا عيب نخرج في توالات والمرأة طيب وأنا في توالات ولا ولدي في توالات ولا هي في توالات، وعيب. إذن ها هي حالة من المجتمع الجزائري في الجزائر الجديدة، لكن كيف ستكون باقي الأيام لهذه العائلة؟